باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. عظم الرب صنيع معنا فسرنا فرحين. ان لم يبن الرب البيت فباطل تعب البناؤون، وان لم يحرس الرب المدينه فباطل سهر الحراس. حبايبي وابائي واخواتي واولادي في كل ابروشيه مونتريال واوتوا وشرق كندا، انا بصور معاكم دلوقتي. النهارده يوم الثلاث 27، وبنعمة المسيح بنصور من موقع الكنيسة. وزي ما أنتم شايفين أنا واقف دلوقتي في الكنيسة تحت البيزمنت اللي احنا واقفين على الروف بتاعه، ودي الكنيسة بروبر. أنا في سلالم هتبقى قصادي، وأنا واقف على مدخل الكنيسة. مدخل الكنيسة هيبقى هنا فيه أربع أشاير، هيبقى فيه قبة صغيرة هنخش الكنيسة، وبعد كده زي ما انتم شايفين في هنا درجة، وبعد كده كل ده الكنيسة. بنعمة المسيح الكنيسة هتساع لحوالي 750 نفر. نشكر ربنا وإلهنا يسوع المسيح. هتبقى عبارة عن مبنى كبير بقبة كبيرة قوي 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 فوق. وبعد كده هدخل مع حضراتكم دلوقتي صحن الكنيسة، وأشرح لكم أني أول لما هندخل هيبقى على اليمين في الكراينج روم، على الشمال هتبقى المعمودية، وبعد كده صحن الكنيسة كله هيكمل لغاية المسبح. هيبقى فيه ثلاث درجات في المسبح، نخش المسبح ويبقى دي كل كنيسة الملاك وأبو سفين. نعمة كبيرة قوي قوي أن احنا من أرض الواقع، واقع استنيناه 19 سنة أو أكتر، وبنعمة المسيح على أيديكم بدأ الحلم ده يتحقق ويبقى واقع. بنعمة المسيح الفترة اللي جاية عاوزين تساندونا بصلواتكم، تساندونا بأفكاركم، تساندونا بأعطاياكم، علشان بنعمة ربنا عاوزين نقفل الكنيسة من فوق علشان قبل ما النيش والسنو ينزل. فربنا يبارك اللي بدأ العمل يكمله بشفاعات أمنا العذراء، وبشفاعة رئيس جند الرب ميخائيل، وبشفاعة وصلوات القديس العظيم أبو سفين، وبصلوات سيدنا البطرك، وبصلواتكم أنتوا كلكم، وصلوات أبائنا الكهنة. يكمل العمل إن شاء الله قبل دخول الشتاء، علشان بنعمة المسيح كلنا نفرح سويا بكنيسة الملاك ميخائيل وأبو سفين. ربنا يكمل العمل. أنا نفسي فرحان جدا جدا أني بنى كنيسة في المنطقة الجميلة دي كلها، منطقة زي ما حضرتكم عارفين شارع سوفينير دي، منطقة سوفينير كلها كنايس، فإضافة جديدة لأن الأقباط يبقى عندهم بنعمة المسيح كنيسة في سوفينير في لافال. بركة ربنا يسوع المسيح تكون معاكم ويفرحكم دايما، وكلنا نكون رعية واحد لراعي واحد يسوع المسيح، لأن احنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين. دلوقتي زي ما قلت لكم يا أولاد، احنا دخلنا من المين انترنس، باب الكنيسة هيبقى هنا، ونبتدي هنخش صحن الكنيسة. تعالوا كده خشوا معايا صحن الكنيسة. من أول هنا الكنيسة زي ما انتوا شايفينها، كل المساحة دي طبعا كل ده هيتغطى. هنبتدي اني اول ما نخش هيبقى فيه اوضه الكراينج روم، وبعد كده هيبقى فيه مكتب، ونخش الناحيه الثانيه هيبقى فيه المعموديه على شمال الكنيسه، وده علشان الحته الطقسيه. بعد كده بنخش بنلاقي هنا صحن الكنيسه يمين وشمال، كنيسه كبيره بارك يا رب، ونلاقي ان فوق في الدوم، كل الاستراكشر ده كده مسلم لبعض لغايه لما هتبقى فيه الدوم الكبيره قوي في النص دي، القبه الكبيره بنعمه المسيح. وهيبقى فيه هنا في تاور بتاع الكنيسه، المناره بتاعت الكنيسه بنعمه المسيح. تخشوا معايا كده هنا، احنا بقينا في صحن الكنيسه، الحته دي كلها هنا صحن الكنيسه زي ما انتم شايفين. وبعد كده نبتدي نخش على المسبح. هيبتدي المسبح، نخش هنا في ثلاث درجات زي ما انتم شايفين كده، ثلاث درجات. بقينا هنا في بداية الهيكل.
الهيكل هيبتدي من أول هنا، من أول التو بيمز دولة، هنا هيبقى حجاب الهيكل، وهنا هيبقى الشمامسة يمين وشمال. نشكر المسيح، تصميم جميل جداً جداً جداً. وبعد كده طول كل المكان ده كده زي ما انتوا شايفين، آخر نقطة هيبقى هنا في حضن الآب، المكان اللي أنا واقف عليه ده هيبقى ده آخر نقطة في مبنى الكنيسة، هيبقى ده حضن الآب زي ما انتوا شايفينه كونكيف كده بنعمة المسيح. كل ده زي ما قلت لكم محتاجين صلواتكم ودعمكم، علشان كل ده عاوزين نقفله سوا بنعمة المسيح قبل ما السنو ينزل، علشان نقدر نبروتكت السيلينج بتاع البزم تحت. أنا يمكن أول ما بدأنا صورت لكم البيزمنت تحت، لكن هنا باسم الصليب نشكر ربنا على عمله المقدس معاه ولاده ومعانا كلنا، ان احنا بقت لنا بقت في كنيسة بتطلع وان شاء الله تتعمر على ايديكم وبصلواتكم بشفاعة العذراء مريم وبشفاعة رئيس جند الرب ميخائيل. خلاص نقدر نقوله دلوقتي يا ملاك ميخائيل بقالك كنيسة، و شفاعة القديس والشهيد العظيم أبو سفين يبقى ليهم كنيسة في منطقة لافال في كندا، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين. ربنا معكم حبيبي. بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. نشكر ربنا حبايبي، انا بكلمكم دلوقتي من الريتريت سنتر. يوم عن يوم نشكر ربنا، ربنا بيتمجد وعلى ايديكم بيحصل الاعمار في المكان. المكان زي ما قلت لكم حلو، فبنعمه المسيح بندعو كده كل الناس ان هي تيجي وتشارك بنعمه ربنا. المفاجاه الثانيه اللي حبيت اقولها لكم وقلت لكم لازم هقولها لكم الاسبوع الجاي، ببركه رئيس جند الرب وبصلواتكم وبنعمة المسيح بدأنا نحط الفاونديشن بتاع كنيسة الملاك وأبو سفين، حلم انتظرناه أكتر من 18 سنة ودلوقتي بيتحقق. نشكر المسيح. بدأت هنعرض لكم دلوقتي فيديو صغير في كل الإنشاءات اللي بتتم، ومستنيين ان انتوا ترفعوا ايديكم وقلوبكم لربنا علشان يكمل عمله في الكنيسة الجديدة كنيسة الملاك وأبو سفين. ربنا يكمل عمله، وبدعو الجميع ان هم يشاركوا في بناء الكنيسة دي كده، لان اي كنيسة جديدة بتبقى فخر لنا كلنا. ربنا يديكم النعمة ويبارك في حياتكم ويبارك في ولادكم، ودايما العمار يبقى بصلواتكم. والعمار انا عايز عمار النفوس الاول، وبعد كده العمار الحاجات اللي على الأرض دي كلها، دي بسيطة لكن أهم حاجة تبقى نفوسنا عمرنا بالمسيح. ربنا يديكم النعمة ويبارك في حياتكم، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. مساء الخير، أنا اسمي ماجد باسيلي، أمين صندوق كنيسة الملاك ميخائيل وأبو سفين في لافال مونتريال. أنا لي الشرف أن أنا أقضي معاكم دقيقتين ثلاثة، أديكم نبذة سريعة عن المركز المالي بتاع المشروع الجديد بنا الكنيسة في 5001 بولفار سوفونير. خليني أي شير معاكو السكرين ثانية واحدة. ده المبنى بتاع الكنيسة اللي احنا كلنا امل باذن الله ان ربنا يمد ايده ويكمل المشروع. طبعا احنا بنبني في فترة صعبة الكوفيد، والمركز والدخل بتاع الكنيسة اتأثر جامد، بس بركة ربنا كله هيمشي كويس باذن الله. انا مش هخش في تفاصيل البنى، هخش في المركز المالي لان كل الناس اتكلمت عن الديتيلز قبل كده. ده منظر افقي للكنيسة بيورينا الارض نفسها، ده شارع سوفونير، وحتة اللاند اللي فيها شجر دي هتبقى بإذن الله فيس 2 وفيس 3 في المستقبل بإذن رب. دي الأرض في شهر يونيو، احنا كنا المفروض نبتدي في مارس، بس نتيجة الظروف الحالية
اتأجل البناء لغاية شهر يونيو. دي كانت لسه الأرض بنحفر عشان نبتدي. ده هنا كانت صورة عن الفاونديشن، ده كان تقريبا في شهر جولاي، وبعد كده في أوغست ابتدينا نطلع الحيطان بتاعة البيزمنت. وخلال الشهرين اللي فاتوا ابتدينا في الستيل ستراكشر، ده كانت بدايته من شهر تقريبا، وده آخر صورة خدناها للسايت. تقريبا الستيل ستراكشر خلص تقريبا 65% الحمد لله. فده المشروع من أول ما ابتدينا في يونيو لغاية دلوقتي. نبذة عن المركز المالي، الكونستراكشن كوست هيكلف 7,733,000 طبعا جيف اور تيك، لان الحاجات دي ما بتقدرش نظبطها بالظبط. ده متضمن الكونستراكشن كوست، متضمن الجي سي تي اس تي بتاع الجزء بتاع النون بروفيت اورجانيزيشن اللي هو اتس نوت ريفاندبل، زائد اي كونسلتنج فيز، زائد اي اكستراز بتظهر خلال المشروع وي كانوت افويد ات. بنعمة ربنا قدرنا ناخد سيكيور مورجج ب 5,500,000 اتس اكشوالي نوتورايزد من سي اي بي سي، والفانز اللي افيلابل للمشروع 1.5 مليون. دي الفلوس اللي موجوده كانت في الكنيسه لغايه شهرين ثلاثه، واللي ابتدينا نصرف منها عشان البنك مش هيدينا المورجج الا لما نبتدي احنا تو تراي تو كفر الجاب اللي هي بين قيمه المشروع والمورجج اللي احنا خدناه. فاحنا از اوف توداي عندنا فاينانشال شورتج 682، وده بالنسبه لمشروع بالحجم ده، ده يعتبر الحمد لله إنجاز حلو ببركة صلواتكم وتعديدكم المالي وربنا يبارك. ده بيديكم فكرة إحنا ابتدينا من فين وصلنا من فين. يعني إحنا في شهر يونيو 2020 لما ابتدينا المشروع كان عندنا شورتج 1,200,000 وشوية تقريبا، وكل شهر الأعمدة الزرقاء دي بتوريكم إن إحنا الدونيشن عمالة تزيد اللي هي مخصصة لهذا المشروع. فاللي متبقي زي ما قلت لكم 682,000، وبإذن الله عندنا أمل كبير إن على شهر مايو أو يونيو يكون المبلغ ده اتغطى ويكون المشروع بإذن الله خلص. محتاج أتكلم معاكم نبذة سريعة، أي حد عايز ياخد بركة بنى الكنيسة الجديدة بإذن الله، لأن حقيقي دي أصعب ظروف فاينانشالي الكنيسة بتمر بيها، يعني هي وقت البنى، وإحنا سبيشال كيس مع الكوفيد، وكمان اكيد كل الناس اللي بنت بيوت هنا او عندها مشاريع وعارفه بنحاول نشو ا سترونج فاينانشال بوزيشن للكنيسه مع البنك. ف 2020 و 2021 would be very critical years. صلوا لنا. لو حد عايز يتبرع عندنا 5 طرق تبرعات. اولا ممكن تبعت شيك، بس بليز ما تبعتوش على الفيزيكال ادرس بتاع الكنيسه اللي هو 50017، ابعته على البي او بوكس نمبر. والحاجة التانية ممكن بكريدت كارد تتبرع للباي بال. الباي بال it's a very secure website، واللينك أنا حطيته هنا، وده كل you don't need to register or to open an account with a باي بال. ده هو بالكريدت كارد بتاعك بتخش على secure website وبتتبرع. make sure تحط معلوماتك الاسم والعنوان، وفور شور بيطلع لك tax receipt في شهر فبراير من كل سنة بإذن الله. تالت حاجة المنصلي كونتريبيوشن، لو عايز مبلغ يتسحب من حسابك مباشرة ياريت تتصل بي على 514-979-4293، وانا هقولك ايه الانستركشنز وابعت لك الفورم وكل الديتيلز، ورايت اوي تبتدي تتسحب من حسابك. اخر حاجة الخدام بتوع الكنيسة كتر خيرهم، they offer a service to try to improve the situation. فقالك لو في اي حد في مونتريال عايز يتبرع كاش او شيكات يتكلمني بس انا على التليفون، وانا اتكلم مع الخدام، واحد منهم هيجي لك لغايه البيت ويديك ا تمبرري سيت وياخد الدونيشن ونحطها في البنك. واحنا برضو فاتحين بيبان اللونز، لو في اي حد عنده اكسترا ماني حاسس ان هو ممكن محتاجهاش لمده كام سنه بيسيبها للكنيسه كلون وتسدد بعد كده لما هو يطلب. اي وقت لو في عندك سؤال، لو عايز تقول لي اي معلومه، لو عايز حتى تديني تليفون، اتس ويل بي ماي بليجر اخد بركه ويشرفني ان انا اسمع حسكم. ميرسي خالص على تعبكم، وميرسي ان انتوا كنتوا بيشنت وسمعتوني لان انا شكلي كده طولت عليكم. متشكر قوي.
أنا أمير أتناسيوس، مهندس معماري، المصمم والاستشاري الخاص بتنفيذ مشروع كنيسة الملاك وأبو سيفين بلافال. في البداية أحب أشرح إن المشروع متكون من 3 مراحل رئيسية. إحنا بصدد تنفيذ المرحلة الأولى وهي مبنى الكنيسة الرئيسي بخدماته. بالنسبة للطراز المعماري، إحنا اتبعنا الطراز المعماري البيزنطي بالقبة المركزية، روتاندا بازيليكان تشيرش ديزاين، وده سمح لنا ان يبقى عندنا صحن كنيسة بدون ولا عمود في الوسط، وده بيتيح رؤية كويسة جدا لكل المصلين بشكل مناسب جدا بدون اي اعاقة للرؤية. كذلك تم مراعاة كل العناصر والاسس التصميمية في العمارة القبطية، من الرمزية للتدرج في الاضاءة والارتفاعات للتوجيه. احنا حابين نتكلم على مبنى المشروع الرئيسي او المرحلة الاولى، وهي مبنى الكنيسة الرئيسي. هو متكون من 3 ادوار. الدور الارضي وهو مبنى الكنيسة بالساعة الرئيسية بتاعته بمذبح او 3 مذابح، بالاضافة الموجود في معمودية واللي ممكن تستخدم كأنها تشابل للكنيسة ببعض المناسبات، بالاضافة للكالمينج روم وفيدينج روم وتشينجينج دايبرز للأطفال، بالإضافة لوجود فيستير طبعا وتجهيز الكنيسة لكبار السن بوجود أسانسور أو إليفيتر مخصوص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. الميزانين عبارة عن إنه نص مدرج، وده عشان كمان يساعد إنه الناس الموجودة في الميزانين تقدر تشوف بدون مشكلة في الرؤية، وكذلك في وجود في فصول مدارس أحد. بالنسبة لدور البيزمنت، وهو السوشيال هول والمسرح، بالإضافة لفصول مدارس الأحد والمكتبة الرئيسية، مكتبة البيع، الأوربان وكوميرشال كيتشن، بالإضافة للحمامات الرئيسية موجودة كمان في الدور البيزمنت. وإحنا كمان استخدمنا البيزمنت كسكندري تشيرش للكنيسة الرئيسية، فعملنا كل التجهيزات المطلوبة في الحيطان، وجود الأيقونات ووجود التجاليد والإضاءة المطلوبة والشاشات العرض، بالإضافة لكل التجهيزات التكنيكال اللي تقدر تخلي الفراغ يشتغل على أحسن شكل ليه وأحسن وظيفة. كان يبقى كنيسة تانية للكنيسة الرئيسية اللي فوق. ربنا يكمل عمله. احنا شرفنا جدا انه نكون مسؤولين عن تحقيق الحلم اللي استمر شعب الكنيسة لأكثر من 20 سنة. شكرا جدا جدا على ثقتكم لغاية. والابن والروح القدس الاله الواحد الامين. انا النهارده فرحان وسعيد، وافتكر كل الفرحه دي بتعم شعب لافال، شعب كنيسه الملاك وابو سيفين، على هذا العمل اللي احنا اللي ربنا بدأه. وفي الحقيقه يعني احنا فخورين ان الكنيسه بتاعت لافال اللي انتظروها الشعب يمكن على مدى 15 سنه
يتحقق هذا الأمل وهذه الأمنية وتقوم الكنيسة على خير. في الحقيقة العمل بدأ من يومين، عمل جد جدا، وانتم شايفين هو انا واقف قدام الشغل البدائي بتاع الانفراستراكشر اللي هي البنية الأساسية، ويحطوا المواسير ويحطوا حاجات الصرف الصحي بيارات وحاجات زي كده، فربنا يكمل العمل على خير. وانا في الحقيقة بشكر صاحب النيافة حضر العيد أما بولس اللي هو حسب وعده، هو وعد شعب الكنيسة من فترة قليلة قال لهم إن شاء الله الثلج هينتهي ونبدأ المباني، فعلا تحقق الوعد. وصحيح الكورونا أجلت شوية، لكن حسب الوعد فعلا ربنا بارك هذا العمل. إحنا اليومين دول أهو بنشوف، هنشوف لسه. في الحقيقة أحب أقول نقطة مهمة جدا، الكنيسة محتاجة تعويض مادي جامد أول أول. طبعا صلواتكم هي اللي عملت ده كله، لكن احنا عايزين التعويض المادي، لان برضه في يعني في دروب شويه في المبلغ، محتاجين مبلغ كبير ضاف للمبالغ اللي احنا خدناها من البنك علشان نعمل مشروع. عايزين طبعا نساعد الشعب كنيسه لافال او شعب كندا بوجه عام، لان الشعب في كندا شعب واحد، سواء في لافال او في اي حته تانية في كندا احنا شعب واحد، وممكن تيجي تبرعات من اي حته تانية علشان هذا العمل نستكمله. كنيسة لافال هتكون باسم الملاك وابو سفين، وكل محب الملاك وكل محب ابو سفين بندعوهم للمشاركه في هذا العمل، وربنا يبارك فيكم جميعا، وان شاء الله هنفرح لما نيجي نفتح الكنيسه القريبه ان شاء الله. أحبائي أبناء كنيسة الملاك وأبو سفين، النهارده أحبائي يوم 12 بؤلاء الموافق 19 يونيو سنة 2020، النهارده عيد الملاك ميخائيل. مش صدفة إن في تاريخ عيد الملاك تاريخ عيده ينصب من خرسانة لأساسات الكنيسة. اليوم انتظرناه 20 سنة، مبروك عليكم، ربنا يتمم عمله على خير بشفاعة الملاك ميخائيل والقديس العظيم أبو سفين. الآب والابن والروح القدس الله الواحد امين. عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين بنعمة المسيح وببركة رئيس جند الرب الملاك ميخائيل، وبصلوات القديس العظيم الشهيد ابو سفين، وببركة صلواتكم. النهاردة الاثنين، وزي ما انتم شايفين الشغل بدأ، الكنيسة اهي الحطام بتاعتها بدأت تطلع، وخلاص البيزمنت قرب يتشطب بنعمة المسيح، والكنيسة هيبقى مدخلها كده، يعني الكنيسة دي كلها وخدنا الاب قدام. كنيسة جميلة قوي 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 قوي، وحبيت النهاردة انقل لكم من الموقع ذات نفسه تطورات الشغل ببركة صلواتكم وإسهاماتكم للكنيسة. شغل ماشي حلو قوي قوي قوي، وبنعمة المسيح يكون لنا كنيسة جديدة في لافال ببركة صلوات قداسة البابا وبركة صلوات الآباء في القدوشية، وبنعمة المسيح تكمل إن شاء الله ونكملها قبل دخول الشتاء، يكون عندنا كنيسة جاهزة بنعمة المسيح. مبروك حبايبي ومبروك على القدوشية كلها. سلام. الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. حبايبي وابنائي كنيسه الملاك
ميخائيل وابو سفين. النهارده بحب اصور لكم اللايف من الموقع بتاع الكنيسه. زي ما انتم شايفين معايا اهو، انا واقف، هطلع كده، ده الهيكل بتاع الكنيسه، كل ده الهيكل زي ما انتم شايفين. وخلاص الشده المعدنيه يعني اتعملت وهنصب السقف ان شاء الله. العمل شغال كويس قوي قوي، وزي ما انتم شايفين معايا كده هوريكم داير الكنيسه، الصبه المعدنيه بتاعتها، وشايفين السقف، وكل الكنيسه دلوقتي هتتسقف بنعمه المسيح. ربنا يكمل عمله. النهارده الخميس 26/8، وبنعمة المسيح اللي المكان شغال والعمار شغال بسرعة ببركة صلواتكم وتعضيداتكم. الكنيسة إن شاء الله هتقوم. أنا حبيت أفرحكم بالفيديو ده. ربنا معاكم. سلام. الوقت اللي جه فيه سيدنا الانبا بولس في الحقيقه، يعني سيدنا الانبا بولس ده كان هو البركه، لان في ايامه في عهده ظهرت الكنيسه على وش الارض. وفي الحقيقه الكنيسه هتتكلف كتير قوي. وانا كنت فاكر، كنت قاعد مع محاسب الكنيسه الاستاذ ماجد من فتره كده، فبيقول لي يا ابونا انا ما كنتش متوقع ان الكنيسه، يعني ربنا بيبعت خير للمباني، رغم ان انا يعني كراجل محاسب كنت بحسبها بالقلم والورقه مش هتمشي ابدا. لكن اقتنعت فعلا ان الملاك وابو سفين هم اللي بيبنوا الكنيسه وهم اللي بيعدوا مصاريف الكنيسه. لكن احنا واثقين برضو ان ربنا اللي بدا هو هيكمل، والمباني بتكلف كتير قوي. عشان كده احنا في الحقيقه سايبين الموضوع ده على ربنا والملاك وابو سفين، ودايما بنقول لشعب كندا في مونتريال من محبي الملاك وابو سفين، هم اللي في الحقيقه دايما بيوالوا هذا الموضوع، وربنا بيبعت بركات كثيره. واحنا عشان كده املنا ان ربنا يكمل، وبصلواتكم وتبرعاتكم ربنا هيكمل المشروع على خير. انا بتكلم كده النهارده وبوريكم مبنى وصل للحاجه العظمه اللي احنا شايفينها دي. شايفين القبه فوق، مساحتها قد ايه، وارتفاعات الكنيسه، وده السلم بتاع الكنيسه ظهر اهو، والملاك اللي بيظهر، الملاك وابو سفين. الحقيقه احنا معانا ثلاث سيوف، سيف ارضي واثنين سماوي. وطبعا احنا واثقين ان الملاك هو اللي بيبعت، وابو سفين هو اللي بيبعت كل هذه المصاريف، وهو ان شاء الله يكمل ربنا على خير. عايزين بس عشان نبدا نهايه المشروع، عايزين نعيدكم ان شاء الله كده مع صلواتكم وتبرعاتكم، وربنا يبارك في عطاياكم. واحنا عارفين شعب كندا هو شعب واحد، دايما اقول شعب واحد هنا في مونتريال او في لافال، كله شعب واحد.